كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. وما زال في الوقت بقية. أمين هاشم، إسماعيل محمود. بطولة جمال السنوسي، نادية أمير، إسماعيل عزمي، سيدة الرمح، وكريمان عطية. وما زال في الوقت بقية. تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج فيفيان محمود. أنا عايز عطية الأبونيه في التو والحال، حيا أو ميتا، ودلوقتي حالا يا غفر الهم. يا عمده يا عمده، عطية الأبونيه ما بيجيش من اسكندرية دلوقتي. حد ينزل اسكندرية ويجيبهولي على ملا وشه؟ ايه من الباس، عطية بينزل يشتري للتجار حاجتهم من اسكندرية ويرجع في اخر قط. امتى يعني؟ بعد صلاة المغرب ان شاء الله. واني هستنى بعد صلاة المغرب؟ ده انا طج من جنابي اموت. يا عمده، الواد عطية غلبان ومنكسر وعلى باب الله. واللي قاعدة على باب الدار تشتم الريح والجاي دي غلباني ومنكسرة برضو. ست كبيرة وبتخرف يا عمدي. اني طويل وهايف داود ابو عمود، عمدة محلة ابو علي، ينقال عليه طويل وهايف؟ ايه وهيعمل ايه عطية وداود في ست ودية دي اللي لسانها متدري منها يا عمدي؟ ياخدها ويرحل عند سوق وكفر الشيخ حالا الليلة. ما هو غلبان، ودي سته اللي فضلاله من الدنيا. يخرس لسانه، يعلمها الادب والاحترام والخشي. ايه غلب معاها المسكين، اشترى لها تلفزيون عشان تنزرع في الدار لحد ما يرجع من اكل عيشه. هي اللي بتتسحب وتقعد على باب الدار تشتم اللي رايح واللي جاي. يدخلها العباسي، يوديها المعموره، يشوف لها ملجأ عجزي بدل قلة الأدب دي. أدينا بعتنا تسوق مرسال يجيب عطية الأبونيه هنا على ملا وشه، ويصدق له زي ما انت عاوز يا عمدي. الواد هيخشاك برضه وينبه على ست وديدي. آني يا وديدة يا كركوبي طويل وهايف، يمين تلاتي لو حد تاني جالها لكنت جبت عليها وطيه وطخيته بالنار حتى لو كان أبو زيد الهلالي سلامي. ما شفتش عطية لأبونيه يا حضرة المفتش؟ اهو نازل قدامك من العربية الأخرانية. خير يا ولد؟ ستو جرالها حاجة؟ ستو عدت لسانه جرى تسمع. يا عطية انت يا ابي عطية. هو ايه يعني اللي حصل؟ وطالبني ليه داود ابو عمود؟ يا عطية انت سيد الناس وست غلطانة والغلط راكبها من ساسها الراسها يا عمتي. ستك تقعد على الباب اقول لها سرخير يا وديدي، تقول لي يسعد مساك يا داود يا ابو عمود، ويسوي ما تدور اسمعها بوداني بتقول جتك نايبي طويل وهايب. هعمل ايه في لسانها المتبري منها يا داود؟ ماني على يدك اهو صفح الكوتة من صباحية ربني، اتنطط في القطورات اوصل بضاعة واشتري بضاعة عشان الاقي لها حسنة اوكلها واعيشها احسن عيشة. ما عنده حق يا ابو عمود. ايه دي ست ام ابوه وست عجزت وبتفضفض عن روحي؟ تفضفض عن روحها تشتمني يا منيري؟ ايه خلاص باجة اهو عطية يكلمها وتقصر لساني، وسيب الواد الغلبان دي. ايه جيب هدوم امار. حرام عليك كده يا ابو عمود. يمين تلاتي ان ما نبهت على ستك تتلم يا عطية يا ابونيه لكون كرشك من المجرية كله، وما خلتش تعتبها تاني لانت ولا ستك. يو هو انا قلت حاجة غلط ولا قلت حاجة غلط؟ يا ستي هو لكل مسافر
ارجع الاقيكي عامله لي مشكله. مشكلتي مشكلتي يعني اللي ستك عاملها يا عطيه؟ مش اول امبارح شتمه سليمه فندي مدرس الابتدائي؟ يو لابس بدله مزيته ومقرحه وماسك منشي، قال لي العوافي يا وديدي، قلت له الله يعافيه، انظر وشه كده، قلت له جاتك نايمه شبه اللي بيبيعوا حلاوه عسليه. مش هم اللي بيبيعوا حلاوه عسليه بيمسكوا منشا يا عطيه؟ طب وداود ابو عمود؟ احنا قد داود ابو عمود يا ستي. يو هو كمنه ربنا عطله من سكه البلاوي المسيحه اللي بيبيعها، هحترمه وابوس يده زي ما الناس بتعمل. مش راجل كباره وله عزوه ومال وطين تشتمي له يا ستي؟ عشان بيفكرني بعصاية الفرن طويلة وهبلة. سيبك من ده كله يا ولد، سيبك من ده كله واحكيلي، هي عملت ايه في اسكندرية يا عطية؟ صباح الخير يا معلم حان. صباح الخير يا عطية. بسم الله جبر الذات. اغمس لي لقمتين عشان الحق القطر. ما تنساش الاكياس اللي قلت لك عليهم، هي وتوصل للاستاذ ابني لفه الفسيخ اللي معاك عشان عازم بتوع الكليه على الغدا. حاضر يا معلم حاج. طب يلا عشان تلحق القطر، ولا هتعملها حلوانه في سلوانه وتوه برطبق البيضه ابو زبدي. عطيه يا عطيه. ست كريمه، ايه اللي صحاكي بدري كده؟ مستنياك يا عطيه. ايه صحيح يا ست كريمه؟ وانا هستنى اغلى منك برضو يا عطيه. ده كتير عليا قوي يا ست كريمه. قولي هتحود على الاستاذ سعد ابن الحاج حامد في اسكندريه يا عطيه؟ ايوه هحود عليه، ابوه عاطيني فسيخ هوصله له ان شاء الله. طب ممكن والنبي يا اخويا توصل له الجواب ده؟ بس هو حد يعرف حاجه خصوصا ابوي؟ هو انا برضو هقول لابوك داود ابو عمود يا ست كريمه. معلش انت عارف ابويا شراني ويكره اللي من ريحه الحاج حامد. عطيه عمره ما يبوح باسرار الناس يا ست كريمه ابدا. عارفه يا عطيه، والا ما كنتش امنتك على سري. امسك بقى الجواب يا عطيه. حاضر يا ست كريمه. اصل سعد افندي ابن الحاج حامد ناوي يتقدم لي بس بعد ما يخلص الامتحانات. وهو يعني ابويا داوود هيرضى به يا ست كريمه؟ وما يرضاش به اللي بقى سعد كلها سنة ويبقى وجيل نيابة قد الدنيا. أبوك يقبل العمى ولا يقبلش لا حامد الفسخاني ولا ابنه؟ أهو وصل الجواب والسلام. اوعى يا عطية، اوعى والنبي ترجع من غير ما تجيب الرد. سرك في بير يا ست كريمة. مسار خير يا وديدي. يسعد مساك يا أخوي. مين؟ الأسطى مرضي الخياط. هو عطية فين أمال؟ أنا عارفة أتأخر ليه النهاردة؟ العيال شافوه نازل من القطر من ساعة الزمن. يمكن راح يوصل حاجة هنا ولا هنا. اتفضل يا أسطى مرضي يا خياط. وحياتك يا وديدي، خليه يعدي علي علشان عاوز حاجات من اسكندرية. حاضر يا أخوي. وإيه اللي مقعدك على العتبة كده؟ مش عطية منبه عليكي ما تطلعيش برا الدار يا وديدي؟ يوه عطية منبه عليا ده يا ولي؟ هو انا عيلة ولا عيلة؟ ده انا ست ام ابوه. ما انت لسانك ما يتوصاش يا وديدي. لا يا اخوي ما ليه بطلت؟ وانا اقدر على زعل عطية؟ مش بيقولوا اعز الولد ولد الولد؟ ربنا يهدي. يهديك انت يا ابو زعيزة، روح جاتك نايبة وانت شبه زعزوط القصب الدبلاني. شتمتي حد النهاردة يا ستي؟ لا يا حبيبي فشر. ما قعدتش على الباب يعني؟ قعدت شوية تهوات ودخلت سكتم بكتم. ستي يوه ما انا حلفت لك 600 يمين، لا شتمت حد ولا اتنورت على حد. وانت حلفتلي صحيح؟ يا ولد مش لسه حلفلك من شوية؟ هو انت ايه يا ولد ما متجمعش؟ ماشي يا ستي، استربعي بقى عشان احط الطبليه نتعشى وتغسلي راسك وتنامي. لا اغسل راسي ده يا وعلي؟ كان حد وصاك عليا وقال لك اغسل لستك راسي؟ يا ستي ما انت عماله تتهرش اهو. يو يعني بلاش يا ولد ده للطرحه. طرحت ايه بس؟ طب ورحمه ابويا ما انت بتعشي الا لما تغسلي راسك. وياني يا انت الليله يا ستي. تعالي هنا يا عادي يا حاج. تعالي يا كرسي.
ايه يا مغاوري؟ بقول لك الوضع عطية الابونيه كان بيتسحب في الضلمة حوالين الدار يا عمدة. ايه بيتسحب في الضلمة ازاي يعني؟ خبط على شباك الست كريمة. كريمة بنتي؟ والظاهر والله اعلم الوضع عطية شغال مرسال بين الست كريمة وابن الحاج حامد. ابن عدوي؟ ابن اللي مكرهش في الدنيا غيره؟ سامحني يا ابو داوود اني وجب عليا برضه انبهك. يمين ثلاثه ان كان كلامك صحيح يا مغاوري لكن دفنها بالحي. هاتلي الواد عطيه الابونيه من زماره رجبته دلوقتي حالا. اغرق على بضوب مش قادر اخد نفسي. انتج يا عطيه احسن وايمانات الختم اغرقك في المسرح. صحيح الكلام اللي بلغني؟ الكلام ايه يا بضوب؟ صحيح شغال مرسال بن كريمه بنتي وسعد بن حامد الفسخاني يا ولا؟ ما حصلش يا عمدة. يا ناس انتج يا عطية انتج احسن اشربك مية من مصرف لحد ما الطنج تموت. هي قالت لي اشتري لي خيط وخرج النجف من زنجة الستات. وبعدين اشتريت لها الحاجة وجبته. كذاب. ورحمة ابوك يا ابو داود هو ده اللي حصل. ولما جايب خيط وخرج نجف كنت بتتسحب ليه من ورا الدار؟ ما هي قالت لي مش عايز ابويا يشوفه. ليه يا عصية؟ وانا ايش عرفني؟ امال الكلام اللي بلغني ده ايه؟ كذب يا ابو داود كذب. الست كريمة اشرف من الشرف. يا أبا في حاجة؟ مفيش. وبعد عني السعادة. حاضر حاضر يا أبا. في ايه بس قولي؟ بتدور على ايه يا ابو داود؟ مش تقولي اخلاص انت رخري. ايه ايه دي وبتنحكش هدوم البنت ليه كده؟ يو يا راجل هتكسر طرفة الدولاب. قلتلك اخلاصي خالي. يتعدى علي ابو عمود ويطلع على المرسح وانا بنجط. ما انت كمان كبسه يا معلم حامي. هو نجط بمية وانت نجط باكو ماستي. يمين ثلاثة يمين ثلاثة ما خليلك سعر في المدرية كلها يا ابو عمود. وهو من امتى كان له سعر؟ دولاش القرشين اللي كسبهم والعشرين نفر المسلحين اللي حوالين منه. وانا يهمني داني حامد حامد الفسخاني على سن ورمح. بكرة الواد سعد ابني يبقى وكيل نيابي وعلمك الادب يا ابو عمود. وهو الاستاذ سعد مش اخر سنه له السنه دي في الحقوق يا معلم حامد؟ وحالف لي 100 يمين انه هيبقى وكيل نيابي. ايوه وانا بقى هصرف من 1000 ل 100 ألف لحد الواد ما يعلمك ازاي تتعدى على ابوه في الفرح يا داود يا ابو عمود. الا قول لي هما المدرسين الخصوصي بياخدوا المبالغ اللي بتبعتها اسكندريه دي كلها؟ مش جامعه، هي الجامعة زي المدرسة الثانوية. سماني أنا لو قصرت معاه هيطلع وكيل نيابة ازاي؟ تقدر تقول لي؟ ربنا يعينك يا حاج حامد ويشد حيلك يا سعد يا ابني. وحياتك الواد جاي من اسكندرية المرة دي خاسس النص ووشه زي الكركم من كتر المذاكرة، مقطع نفسه تقطيع، واني كمان شدد عليه حبتين. حكم اهالينا علمونا ان الواحد يمسك على عيله ويزرزره. ايوه عشان ايه؟ عشان يهتم بمستقبله. وده اللي انا بعمله مع سعد ابني بالظبط. وابوك يعرف انك ساقط في سنه ثالثه يا سعد؟ هيعرف منين؟ يعني هو فاكر انك في الليسانس السنه دي ومصدق اني هاخد الليسانس بجيد جدا واخش النيابه. ولما يعرف انك ساقط في سنه ثالثه؟ قلت لك مش هيعرف. امال هتقول له ايه لما انجح واروح الليسانس؟ هبقى اقول له. هتقول له انك كدبت عليه يا سعد؟ لا انا هقول له اني بحضر دبلوم دراسات عليا اي حاجه لحد ما اخد الليسانس. ما هو لو عرف هيصدم ومش هيبعت لي نكله. فهمت؟ سيبني بقى ذاكر.
طب والجماعه اللي جايين يسهروا معانا الليله؟ اوه مش مذاكر. مش مذاكر يا اخي، ناجي بقى المذاكره لبكره. التليفون يا عمري، ابو داوود. يا ابو داوود. مين؟ التليفون بيرن. ارد؟ ردت الميه في زورك. هو داوود ابو عمود عنده نسوان ترد على التليفون. الو، نايم من المغرب زي الفراخ ولا ايه يا عمده؟ يا مسا الهنا والسعاده. ايه اللواحظ الجميله دي يا ستي؟ لواحظ مين يا عمده؟ ده البيه المستشار بيكلمني من اسكندريه. مستشار ايه يا راجل يا كذاب؟ انت نسيتنا ولا ايه؟ وانا اقدر انسى برضه يا ست الستات. طب ما حدش بيشوفك في الصلاه ليه؟ ان شاء الله يوم الخميس حجيلك اسكندرية يا سيادة المستشار، وعلى بيات ان شاء الله. بيقول لك ايه المستشار يا عمد؟ بيقول عاوزني يوم الخميس عشان يفهمني نقول ايه في المحكمة في قضية الارض. طب سلم لي عليه، قول له منيري بتقول لك شد حيلك معانا شوي. ايوه وشرفك جاي يوم الخميس. علي الطلاق من منيرة اللي قاعدة جنبي دي. لكون عندك يوم الخميس ونسهر مع بعض لحد الصبح. مع السلامة يا ست لواحظ. مصحوب بالسلامة يا جناب المستشار. عطية مين؟ ست كريمة. اتأخرت ليه كده؟ داني مستنياك من الفجر. في ايه يا ست كريمة؟ مش كفاية اللي حصل؟ معلش حقك علي اني عطية، اني محجوجالك من ساسي الراسي. اني لاجل خاطرك اشيل الطين فوق راسي ولا افتش سرك ابدا. اصيل اصيل يا عطية امسك. ايه ده جواب تاني؟ عشان خاطري عطية. عفين يا ست كريمة، اني راجل ابونيه اشتري بضاعة وانقل بضاعة، مالاني ومال الجوابات. معلش عشان خاطري عطية، اصلي بصراحة ابويا جاب لي عريس، وإذا كانش سعد هيتقدم لي أنا هموت روحي. هتفضلي بس لحد إمتى متعلقة بالحبال الدايبة يا ست كريمة؟ تقصد إيه يا عطية؟ أقصد إن حتى لو سعد ابن أبويا حامد اتقدم لك، أبوكي مش هيرضى. أمي خلاص هتكلمه وهتصلح اللي بينهم، امسك بقى يا عطية. سايق عليك النبي تعفيني. عطية، ده أنا ماليش حد غيرك. ده أنت الوحيد اللي بقيت منه على سري وحياتي كلها. ولا انت خلاص ما عدتش بتحب كريمة؟ اني داني شايلك في قلبي معزة قد الدنيا بحالها، بس من يقرا ومن يسمع. خلاص خد الجواب ده وصله للاستاذ سعد عشان تثبتي انك بتعزيني. امسك بقى. يا ستي الله يحظك. يا شقي والله ما شاقي الا عليك اللي زي طبق الفنجان دول. اموت اني في المربى الاسكندراني. مربى اسكندراني؟ امال فين السمنه الفلاح؟ اهي قدامي زبده مسيحه اهي. الزبده المسيحه عندكم هناك في السوق مش قادر تجيب حبه. جنطار وحياتي. كدف في اصل وشك. طب اموري وشوفيني هنفذ ولا لا؟ مفيش مرة تنسى كده وتجيب معاك زيارة فلاح ترم العض. طب عايزة ايه وانا ابعتهولك لحد عندي؟ عاوزة اعزم ماما وتيتا وتيزا وانشطة على اكلة حلوة كده يحلفوا بيها العمر. زي ايه يعني يا ستي لواحظ؟ ذكر بط مزغط ومتحمر بالسمنة البلد. ذكرين بط مش ذكر واحد. وبرامين رز معمر بالحمام والقشطة الفلاح. اموت في القشطة الاسكندراني. لا بقى ما تحاولش عن الموضوع. اربع بريمة معمرين وفطرتين، نص دستة فطير مشلتي عمايل مراتي وحياة عيني. وحيوصلوني امتى يا عمدة؟ العزومة يوم الحد على الغدا. حيكونوا عندك على محطة سيدي جابر سخنين وملهلبين الساعة 11 ظهرا بالتمام والكمال. والله باين عليك كذاب. كذاب في اصل وشك يا ابو داوود.
جامد يا فسخان. مين وديدي اللي جابك هنا يا ولي؟ يو ما دام ما عدتش بتسال فيي اسالاني. طب هاتي ايدك هاتي ايدك اقعدي. عنك يا اخوي. اي فاكرني عجزت ولا ايه؟ تنصبه منك. بالذمة عندك كام سنة؟ يوه بقى يا حاج حامد، ما انا قلت لك مولودة ايام الحرب. حرب؟ اني حرب؟ الحرب الاولى ولا التانية ولا حرب 73؟ يا اخوي بدل ما تتنقور علي ناويني السيخة مبطرخة عالشبيه. ولما عطية يعرف ويزعل مين حيقول له؟ هتفتن عليا ولا؟ لا 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 ابدا يا وديدي، ناوي لها في سيخة كبيرة من البرميل اللي جوا يا ولد. في سيخة واحدة؟ جاتك نايبة وانت بخيل مقربط زي ابوك الله يرحمه. بتقولي حاجة يا وديدي؟ بقول طول عمرك فنجري وايدك سخية زي الله يرحمه ابوك. جرب يا ولد. ايوه يا بلعومد. ومالك بتترعش كده؟ ابدا يا بلعومد، اني حلو اهو. نازل اسكندرية بكرة؟ ايوه يا بابو داوود. بتركب القطر الساعة كام؟ قطر الساعة 8 صباحا ان شاء الله. تكون عندي هنا الساعة 6 صباحا. خير يا بلعومدة. حبعت معاك حاجات توصلها سيدي جابر. بس كده يا عمدة؟ ايه عندك اعتراض؟ ايه انت تشاور يا بلعومدة؟ حاجة ايه يعني؟ ما تلتش وتعجن. الساعة 6 الصبح تكون عندي هنا، فاهم؟ فاهم فاهم يا بلعومدة. هي الحكاية ايه بالظبط؟ خش شوف خالتك منيرة عاوزة ايه. اتحرك جتك الهم. حاضر حاضر. يا سعد تعال يا عطي. اقعد يا عطي. هاتي له فطيره يا بنتي يا كريم. ملوش لازمه يا مرات ابويا العمده. لو سيد ابراهيم اتحركي يا بنت امار، بتتصنفي على ايه؟ قول لي يا عطي. ايوه. انت نازل اسكندريه بكره؟ ايوه يا خاله منيره. ولو طلبت منك خدمه تعملها لي يا عطي؟ ايه عيني عشانك يا خاله منيره. امسك يا عطي. ايه ده؟ ده ظرف فيه فلوس توصله العنوان دي، بس على شرط. ما تخافيش يا خاله. يعني انت عارف هقول لك ايه يا عطيه؟ ايوه يا خاله اطمني. السر فير اصيل يا عطيه. وهو ابويا العمده هيبعت معايا ايه امال؟ هيبعت معاك شويه حاجات طالبهم منه المستشار، برمه معمره وذكرين بط محمرين وست فطاير مشلتتين. هنعمل ايه يا عطيه؟ ما هي قضية الورث اللي بيني وبين اخواتي مش هتتحل الا لما المستشار يرضى عنا. ايه وصحي بدري كده ليه يا عطي؟ مش لسه بدري على القط؟ لسه هاخد حاجات من بيت العمدة اوصلها اسكندرية. حاجات ايه يا؟ وليش عرفني؟ وايه الفلوس دي كلها؟ دي 1000 جنيه الحاج حامد بعتهم لابنه. والظرف المكعبر ده فيه ايه؟ فيه فلوس رايحين لاصحاب نصيبهم. طب وايه دي؟ دي حاجة هشتريها للنص مرض الخياط. طب يلا لم حاجتك اوعى تنسى حاجة. اديني بلم اهو وربنا يفوت النهارده على خير. صباح الخير يا بابا عمود. صباح الخير يا عطية. اقعد واسمعني كويس. لا ما تشوحش، بصلي كويس. ماني بصص لك اهو يا بلعومدة. هتنزل بالحاجات دي محطة سيدي جابر، تقعد في بوفيه المحطة. ايوه يا عمدة. حجلك الست لواحظ، ست مربربة وطول بعرض، تنادي يا عطية تقول لها اني عطية الابوني، تسلمها اللفف والورقة دي، بس اوعى حد يشوف الورقة. عيني يا بلعمدة. واذا حد سألك مودي الحاجة دي لمين تقول له للبه المستشار. للبه مين؟ المستشار. برام ينقص ولا فطيرة تضيع ولا ذكر بط يوصل ناقص ورد ادفنك في المسرح. عارف عارف يا بلعمدة. والسر يا عطية؟ كبير يا بلعمدة. فين حاجة المستشار يا ولاد؟ اهم يا عمدي.
اهم اللفه دي فيها اربع بريمه معمرين، واللفه التانيه دي فيها الست فطاير والدكرين بط المحمرين. شيلي عطيه ويبقى سلم لي على الباهي المستشار، وقول له شد حيلك معانا شوي، مش عاوزين القضية تطول في المحاكم. ايه هو عطية ماله ومال الكلام ده يا منيرة؟ يوه خلاص يا اخوي حقك علي. شيلي عطية وزي ما اتفقني، واذا خليت بالاتفاق يومك مش طالع له شمس ان شاء الله. مع السلامة يا عطية. هي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ باينه الساعة 10. نعم. وواحد شاش بس بلاش الفتلة وحياة والدك. مالك يا جرسون؟ بتشمشم على ايه؟ شمم كده روايح جميلة. طب هات الشاي، هات الشاي واصطبح على الصبح. انت معاك حاجة محمرة والسمنة الفلاح يا اخ؟ يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو كل اللي يشوفني شمشم على اللفف؟ مالكم يا بتوع البندر؟ اتفاجعتوا ليه كده؟ الو. ايوه يا باشا انا لواح. اسمع انا عزمك على الغدا النهارده. لا وحياتك هتوصلني كمان ساعة حاجات من العزبة من اللي ترد الروح. مامي بعتها لي. ايوه حاجات ايه؟ فطير وبط وبريمة معمارة. كده طيب مستنياك. طبعا اعزم اللي تعزمه، الخير كتير والحمد لله. لا اوعى. باي باي. قول لي يا اخ يا جرسون، هي الناس دي ما بتركبش القطورات ليه؟ علمك اول مره تعجبهم قعدة البوفيه ليه؟ مش عارف. بس انا يعني شايفهم بيبصوا لي في حاجه، تلاقي ريحه السمن والزبد الفلاحي والبريمه المعمره سطلتهم عدم المؤاخذه. خليت الفار يلعب في عبي. طب بدل ما تلمهم حواليك ما تخلع. اخلع؟ اخلع ايه؟ روح اتطرق. اني نهار ما اتطرق ولا امشي من غير الست ما تيجي يطخني بالنار. ايه ده؟ مين يطخك بالنار؟ داود ابو عمود. اهلا عن اذنك. ايوه جاي. يا ربي يا ربي، قدامي لسه المشوار اللي كلفتني به الست منيره مرات العمده، ولسه مشوار سعد ابن ابو حامد اللي حسلمه الفلوس والجواب، ولسه الكلفة اللي طالبها مني اللصة مرضي الخيار. هل هاعمل الحاجات دي امتى والست لواحظ ما جيتش تاخد البريمة والبط والفطير اللي لمين عليا الناس؟ ايه هما ملمومين حواليا ليه كده؟ قول لي يا اخ عطية من غير زعل، تاني الا لسه في الفلاحين البط المزغط اللي بيسموه بحاح؟ امال يا فندم؟ موجود يا اخويا والحمد لله. ايوه انا سمعتك بتقول للست اللي جت تسالك انك معاك دكرين بط محمرين بحاح. بحاح يا اخويا، والدكر منهم من كتر ما اتزغط بقى قد الحول. ولسه برضه بيخبزوا الفطير في الفرن الفلاحي؟ هو الاكل يبقى اكل يا فندي الا على الفرن ابو حطب؟ الله يلعن البوتاجازات وسنينها. الله، ايه الحكايه بهواتك يا بتوع اسكندريه؟ ايه مش داخل بلدكم ولا نسيتوه خلاص؟ والله يا عطيه اخويا من يوم المرحوم امي ما ماتت لعاد الواحد بياكل بحايح ولا مسوس ولا محمر، كله بالسمن الصناعي. ربنا يكفيك شره. الله يرحمك يا اما. الله 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 الله، ده انتوا يومكم اخبر ومش فايت النهارده. الحقونا يا جماعه. اهدي هي الهيبه سرير ملمومين عليا وكل واحد من ناحيه عشان تلهفوا عكس الناس. يمين ثلاثه اللي مش هيبعد لنسفوا ناس. اجري يا اولاد. الو مين معايا؟ انا الشرطي المكلف في محطه سيدي جابر يا باشا. في ايه يا عسكري؟ في دلبه وبلبله وواحد بيهدد بناس في المحطه يا باشا. وحرمت في المحطه ازاي يا صالح؟ ما حاجه كده ملفوفه وبيهدد الناس بيها يا باشا. رايد البوفيه والمكارم، وهبعت لك قوه تحافظ المحطه. مش بعيد يكون معاه مواد ندفع وغاز مثير للاعصاب. ما
ملمومين حوالي وعمالين تشمسموا وفكركم ان عطية فيا؟ يمين بالله يمين بالله اللي مش هيبعد لكن فرم وفرم. انت محاصر يا عطية يا عطية، انت محاصر. مين بينادي؟ الست لوحظ. انت محاصر، ارمي اللي في ايدك يا عطية واتقدم لقدام وارفع ايدك. هي ايه الحكاية بالظبط؟ اسمع هنتكلم. واللفف اللي كانت معايا؟ ما احنا عاوزين نتكلم بخصوص اللفف يا عطيه. فيهم ايه؟ ايه فيهم ايه ازاي؟ اللفف اللي انت كنت بتهدد بيهم رواد البوفيه وبناس في المحطه، فيهم ايه بالظبط؟ طب وانت مالك انت فيهم ايه؟ اتكلم احسن لك يا عطيه. دي اسرار ناس. ناس مين؟ اهل ناس والسلام. وهم اللي قالوا لك اعمل بلبله في المحطه؟ ايه يعني ايه بلبله؟ يعني شوشره، فرقعه، اثاره. وحد قال لهم يتلموا عليا زي غنم نمنم؟ فيهم ايه يا عطيه؟ هم فين من اصل؟ هم فين يا سعاده البيه؟ كل حاجه هتتعرف يا عطيه. رجال المفرقعات والبحث الجنائي هيعرفوا كل حاجه. انت احسن لك حاجه مين وكنت هتعمل بيها ايه في محطه سيدي جابر، ومين لاحظ اللي كنت بتنادي عليها؟ اتكلم. الو يا ست. يا سيدي بعت لك الحاجه من بدري، ازاي ما وصلتش لحد دلوقتي؟ ما تبطل بقكش بقى يا عمده، ولا انت عمده ولا حاجه. والله العظيم ثلاثة بالله العظيم بعت الحاجه كله ومن بدري. هو الواد عطيه الابو نيه ما وصلش؟ ما انا رحت المحطه ولا لقيت عطيه ولا ابو نيه. اخي يا عمده. يا ستي يا سيدي، عطيه قاعد في البوفيه. اني جايين له ما تسيبش البوفيه لحد ما يجيلك المرسال، وبعت معاه ورقة كمان. ما قلتلك مفيش حد بالاسم ده ولا بالوصف ده ولا معاه لفف. بتسرح بيا ولا ايه؟ امال راح فين من صباحة ربنا يا سيادة المستشار؟ مستشار ايه يا فشار؟ يمين ثلاثة من منيرة مراتي بعته من صباحية ربنا. مش يمكن طمع فيهم كلهم ولا حاجة؟ ده نكتر خبر، ده انا طخه بالنار. طب يا اخويا عبال ما تطخه ابقى قابلني. مع السلامة. الو الو يا سيادة المستشار. يا نهار ابيض يا واد يا مغوري. انت يا واد يا مغوري. ايوه يا بلعمدي. شوف لي الواد عطية فين، هاتهولي من تحت الارض. ايه وعطية يرجع دلوقتي يا بلعمدي؟ هاتلي وديدي جرها من رقبتي. اني اني اتعمل فيا كده يا عطية؟ يا بيه يا بيه انا عملت ايه؟ اتكلم يا عطية. الحاجات اللي في اللفف جايبها منين؟ جايبها من بيت ابويا العمدة. يعني هو مشترك معاك؟ مشترك معايا في ايه؟ هي فين اللفف اللي كانت معايا؟ حولناها للمعمل الجنائي عشان نشوف فيها ايه. عمل بلبلة في المحطة. حلفت لك على اللي فيها يا بيه، صدقني. ده كريم بط واربع برمي وست فطاير بشلتتين. وكنت رايح بالحاجات دي فين يا عطية؟ وتسألني انت ليه رايح بالحاجات دي فين؟ هي دي مش اسرار ناس. ثم اني معايا الطاقة وصورتي مختومة اهي، وادي فصلت الدم كمان. اعترف يا عطية، المعمل الجنائي هيعرف كل حاجة، مفيش فايدة من الانكار. انكار ليه وانكار ايه بس يا سعادة البيه؟ انا راجل على باب الله، راجل على باب الله يا سعادة البيه. شايل كام برام معمر وذكرين بط محمرين وفطرتين، تاخدوهم مني ليه بس؟ عشان عملت بلبلة في المحطة واصبت الناس بحالات بكاء وتشنج يا عطية. واني مالي اني؟ ناس سلمت دقنها لفراخ الجمعية والصناعي والهربورجر ونسيت خير بلادها. مليانين ومالهم؟ يعني ما كانش في اللفف غازات مثيرة للأعصاب أو مفرقعات؟ يا به مثيرة ايه ومشيرة ايه؟ هو ليه أفهم في الحاجات دي؟ قولي يا سعادة البيه، حاجة العمدة فين وخلصني؟ يا مين ثلاثة بالله، لو نقص منها حاجة لا يكون يوم مش فايت. ده انا اتشرد انا وستي ومش بعيد يطخني بالنار. فين البريمة يا سعادة البيه؟ انا عايز البريمة. اسمع عطية، مش عايز لت ولف ودوران،
قولي بالظبط مين الفنانة لواحظ اللي مكتوب اسمها في الورقة اللي معاك واللي كنت بتنادي عليها في المحطة. ايه؟ معرفش. تكونش لواحظ دي الرقاصة؟ والله ما اعرف يا سعادة البهي. الو؟ ايوه يا فندم. ابدا يا باشا، سعادتك مفيش اي حاجه، ده بلاغ كاذب يا باشا، اللفه فيها فطير وبط وحاجات كده، مفيهاش اي حاجه يا فندم. يا فندم اللي بلغ حضرتك ما بلغش بالحقيقه، الولد عندنا يا باشا في الاسم. ايوه يا باشا. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. ايوه انا هفرج عنك بالضمان الشخصي. شخصي شخصي، المهم تفرج عني والسلام. روح يا عطيه. نعم يا اخويا. اروح؟ اروح ده ايه؟ بقول لك روح تقولي نعم يا اخويا واروح ده ايه؟ اروح ازاي من غير البريمه؟ بريمه ايه يا جدع انت؟ يمين بالله برجع دسوق من غير ما تجيبولي دكارين البط والست فطاير والبريمه المعمره. يا ابني روح، الله لا يسيئك. وهقول لاصحاب البريمه ايه؟ قول اللي تقوله. هقول اللي اقوله عشان يتهموني فيهم، وسيد ابراهيم لا يقولوا عطيه كان البريمه وابقى المسخه بتاعتهم، ومش بعيد يكرشوني من الكفر كلاته. يعني عاوز ايه دلوقتي؟ عايز البريمه. واذا كانت البريمه راحت في زحمه المحطه تدوني جواب رسمي مختوم بختم النسر. نعم يالا. جواب رسمي وكمان رسمي وعليه ختم النسر كمان. ونقول ايه بقى في الجواب يا سعطيه؟ قولوا ان عطيه الابونيه بريء من البريمه والبط والفطير وانه غير مسؤول. يا كده يا مانيش طالع من هنا. لا يا ابو عمو، ده ابني اللي طلعت به من الدنيا. يا وليه قلت لك والله العظيم ما اعرف راح فين. مش سابق وكنت هتغرجه في المسرح؟ يقوم ياكلني، يجرسني مع الناس، يسرقني. بعته فين؟ وديت الواد فين يا ابو عمو؟ سيبك وما تاخدنيش في دوكي. عطيه عمل فيا كده ليه؟ يعني الواد هيضع مني كده يا بلا؟ لا ده انا وديدي ومحدش عارف بلاويكو ومغارسكو الا وديدي. ونهار الواد ما يروح مني يمين بالله لاقول على كل حاجه. عطيه فين يا بلا؟ عطيه راح فين يا بلا؟ عايزين يا بابا بيت المحافظ لو سمحت. نعم ليه كفالة الشر يا بابا؟ كان معايا بريمة معمرة ودكارين بط وفطير مشلتي. وبعدين يا بابا اتهموني وخدوهم يكشفوا عليهم ما رجعوهمش. اللي هما ايه يا بابا؟ البريمة ودكارين البط والفطير. وعاوز بيت المحافظ عشان كده؟ مش هو الراس الكبير اللي حيرجع لي كل حاجة؟ انت مش عايز بيت المحافظ، انت عاوز المعمورة. اسمع عن المعمورة. ليه يا بلعومدي؟ ابلغ عن مين يا مغاوري؟ تبلغ المركز واقول لهم ايه يا مفتح؟ قول لهم سرق البريمه والفطير والبط. ولما يسالوني كنت بعتهم لمين اقول لهم لمين يا ابو مخ زينخ؟ للباشا المستشار. وهم كانوا رايحين للباشا المستشار برضو؟ امال كانوا رايحين لمين يا بلعومدي؟ كانوا رايحين للواحظ يا بجم. لواحظ الرقاصه؟ الكتم الكتم جتك البلاوي، عامل زي البابور الخربان. افهم من كده انك مش هتبلغ؟ وغصب عني حكفي على الخبر مجور لحد ما اعرف ايه اللي حصل من عطية في اسكندرية. تعالى. موديني فين انت دلوقتي؟ انت مش عايز تحل المشكلة يا بابا؟ ايوه عايز احلها واخد جواب رسمي
اثبات لابويا ابو عمود. نعم، هي فيها ابو عمود كمان؟ هو انت تعرفه؟ اسمع عنه. حد ما يعرفش ابو عمود؟ ايوه كده. فين بقى بيت المحافظ؟ ايوه ما انا حاضر لك. بص، فين؟ شايف الاتوبيس اللي واقف في المحطه ده؟ ايوه شايف. قول له نزلني قدام مستشفى المعموره، هتلاقي فيلا بباب حديد، خبط. وبعدين يفتحوا لك الباب. اهجم عليهم وقول لهم عاوز البرمة عشان ابو عمود دخل في البط، هيريحوك. اجري الحق مطرح يا ابن المجنونه. هتفضل قاعد كده يا عطيه؟ اتنين ده لا حد بيدخل الفيلا ولا حد بيطلع. وحياه والدك يا اسطى. خير يا بلدين؟ هو ما حدش في الفيلا دي ولا ايه؟ دي فيلا مسكونه كلها عفاريت. عفاريت جنون ازرق. انا عايز البريمه. طب وانت قاعد قصاد الفيلا المعفرطه دي ليه يا اخويا؟ مستني المحافظ. نعم، وانت هربان من ال... لا لا لا، مش هربان، هم اللي افرجوا عني. ما تفرقش بقى، خليك قاعد يا اخويا. والمحافظ هيجي امتى؟ ما زمانه جاي، ولا يمكن مستخبي جوه. هم بتوع المعمورة ساهين عن اللي زيك ليه؟ الدنيا ليلت. الله، انا شايف نور جوه الفيلا. يا باشا، يا باشا، انا عطيه الابونيه يا باشا، وجاي لك مخصوص بخصوص البريمه. الله، انا شايفك من ورا السور، مش عايز ترد علي؟ طب انا هنط لك. انا مش ماشي من البلد دي الا ومعايا البريمه والبط والفطير المشلتت، ويا قاتل يا مقتول. واديني حنط الصوره اهو. مين؟ مين؟ مين بيتكلم؟ انت مين؟ ايه اللي دخلك هنا؟ رجلي. انت اقول ايه؟ ده بدل ما تمد ايدك وتشوف رجلي جرى لها ايه؟ انت مين؟ انا عطيه لابونيها ساعه البيه. يعني ايه؟ انا في عرضك. رجلي انكسرت يا سعاده البيه، ساعدني. مش قبل ما اعرف كل حاجه، مين اللي دلك على الفيلا ونططك من السور؟ ما فيش حد. حرامي. لا 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 يا سعاده البيه. امال بتنط من على السور ليه؟ كنت عايز اقابلك يا سعاده البيه. نعم، تقابلني انا؟ ايوه. رجلي يا سعادة البيه. قوم اتحرك. مش قادر. احمد ربنا انها ما انكسرتش. افرد رجلك. امال مش قادر احركها ليه؟ اتلوحت. نزلت من على السور على رجلك اتلوحت. وهو الرباط ده هيخففها يا سعادة البيه. انت مين؟ جاي هنا تعمل ايه؟ وتقابلني ليه؟ اني عطية لابونيه. وايه اللي جابك هنا؟ ليه؟ مش قالوا لك على كل حاجة؟ مش حكولة. هم مين اللي خدوا حاجتي؟ ولما قلت لهم ادوني ورقة رسمي عشان تبرأ ذمتي، قالوا لي روح لكبير البلد. انت بتسرح بيا. هسرح بيك ليه بس يا سعادة البيه؟ انت هربان. هربان؟ ههرب ليه؟ هربان من المعمورة، هربان من المستشفى. معمورة ايه ومستشفى ايه يا سعادة البيه؟ ولا ايه بس اللي هيوديني المستشفى؟ حرامي شقع. وريني جيوبك. فتش يا سعادة البيه اذا كنت مش بقى مني. وادي بطاقتي اهي. انت تشتغل ايه يا ولد؟ ابونيه يا سعادة البيه. نعم، ابونيه. ما سمعتش عن الابونيه؟ وتطلع ايه الابونيه دي؟ اتكلم. ما تعرفش يعني ايه الابونيه يا سعادة البيه؟ انت بقولك انا عاوز اعرف حكايتك ايه بالظبط. هتلف وتدور، هسلمك للبوليس يا حرامي. انت الريحة فحت في المحطة. بتوع فراخ الجمعية والهربرجر شموا الريحة، جات لهم السرعة.
اتلموا حواليا يشمسموا، اللي افتكر امه بقى يعيط، واللي افتكر الفلاحين بقى يتشنج. طحت فيهم وقلت اللي يقرب مني حمسفه. وبعدين؟ تعبان يا سعادة البيه. كمل كمل يا عطية. معرفش ايه اللي حصل، لقيت ناس بتجري وناس بتنادي وتقول ارفع ايدك يا عطية عشان نضرب في المليان. عملت قلق في المحطة. واي قلق يا سعادة البيه، واي قلق. يتلموا على البريمة واسكت. خدوني وبعدين سابوني ادور على البريمة والحاجة اللي كانت معايا، ما لقيتهاش. طب ارجع البلد ازاي؟ مش معقول طبعا. قلت مفيش غير البيه المحافظ يشوف لي حل ويرجعني تسوق بكرامتي. ابنك سعد في اسكندرية، اشوف الواد عطية راح فين. لا لا يا وديدة، لا ما اديكيش عنوان ابني سعد في اسكندرية ابدا. طب واروح لمين انا دلوقتي يا حامد يا فسخان؟ مين وانا هعمل لك ايه يا وديدة؟ عملك زي وشك يا حامد يا فسخان. لا 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 لا، ما بلاش زفرت اللسان دي على الصبح يا وديدة. ابني ابني وانتوا عارفين مطرحه. اقول لك اديني عنوان ابنك في اسكندرية، تقول لي لا. ومالك انت ومال الاستاذ؟ تروحي له ليه وبصفتك ايه؟ يو اسال على الواد عطي، هو مش وكيل نيابه في اسكندريه ويعرف الحاجات دي؟ يا ولد بيذاكر، وكفايه ان عطيه خد الفلوس وطفش. طفش؟ ايوه. وهيطفش من ايه يا حاج؟ هو عطيه محروم ولا كلطش من حد في تسوق حاج؟ مش هديك عنوان الاستاذ. ايه وعايزه تدوري؟ انزلي اسكندريه ودوري على كيفك. اني مسامح في الفلوس اللي بنبنك هربيه. وحلي عني بقى يا وديدي. روح جتك نايبة. ايه جتك نايبة وانت لسانك زفر زي ام القلول الحمضاني. حضرة الباشي، قلت لك معرفش عنه حاجة. مسبق وحاولت تغرقه في المصرف يا ابو داود؟ ما حصلش سعادتك. ست بتقول انك كنت هتغرقه. دي ست كبيرة وبتخرف، ثم شافتني منين واني بغرقه في المصرف، عندها شهود. وتفتكر عطية الابونيه اختفى راح فين يا عمدة؟ هنعرف منين يا باشي؟ اعرف منين يا ابو داود؟ ممكن اعرف كنت باعت عطية اسكندرية ليه؟ او كنت بعته بزيارة لواحد صاحب. ومين صاحبك ده؟ واحد قريبي طلب مني كم فطيرة على برامين روز بعتهم له. وصاحبك ده ساكن فين؟ الله يا بيه، ايه لازمة الشوشرة دي؟ الست وديدة مقدمة بلاغ بتتهمك فيه يا ابو عمود. تتهمني؟ ايوه، وبتدعي انك عملت في عطية حاجة، علشان كده عاوزك تجاوبني وبكل صراحة، كنت باعت عطية لأبونيه اسكندرية ليه؟ ليه واحد قريبي؟ ما هو واحد من الأربعة، ويجروا يقولوا الواد راح فين؟ يقول على كل حال. هتقولي عليه يا ست وديدة؟ هم عارفين يا ولية. يا ولية مش عيب عليكي تتهمي كل واحد فينا شوية؟ إذا كان أبو عمود طلع منها زي الشعرة من العجيب، يبقى ما فيش غيرك يا حامد يا فسخان. وأنا هأذي عطية برضو يا وديدة. أيوه عشان عطية عارف كل أسرارك وبلاويك. أسرار إيه يا ولية؟ أنا عندي أسرار. هات ابنك وهو يحكي على كل حاجة. ابن سعد؟ وإيه اللي دخل ابني في الموضوع؟ ابنك عارف كل حاجة، وإذا كانش ابنك تبقى بنت داود أبو عمود. مهني كده مش عارف راسي من رجلي. زعلان انك قاعد معايا بتسليني يا عطية؟ اسليك ده ايه؟ عايز تتسلي هاتلك خروبة لب ازقزها وتسلي. نام نام.
المكان واسع نعم. وانا مش زي واني شايل هموم البلد بحالها. امال انا اعمل ايه؟ واني عارف انت مين من اصله. انا زيك تمام يا عطية. هو في حد زيي ولا حد خاب خبتي؟ انا يا عطية. ايه انت مين يا سعادة البيه؟ انا انسان طيب القلب زيك، سليم النية زيك. للأسف ما كنتش اعرف ان الزمن اللي احنا فيه ده بيسموا طيبة القلب عباطة وسلامة النية خيابة. هو انت يا سعادة البيه خدوا منك برضو بريمة ولا فطير مشلتت؟ خدوا عمري كله عطية. مين دول؟ الطماعين. الطماعين يامي، مين فيهم؟ كتير كتير قوي. هقول على مين ولا على مين ولا على مين؟ طب انت مين؟ انت مين يا سعادة؟ مش قلتلك ما تزعقش؟ ما زعقش ليه؟ كمان هتحس صوتي وتخرسني؟ عشان زعيقك ممكن يقول اللي ما يعرفش يعرف، ممكن يدلهم على طريقنا. مين دول؟ ابو داود ولا حامد الفسخاني؟ ومين ابو داود ومين حامد الفسخاني ده يا عطية؟ صحابة البريمة والمظاريف اللي زمانهم بيدوروا علي. قل لي دلوقتي احل مشكلتي ازاي وارجع لستي وتسوق بانهي وش بعد ما سرقوا مني البريمة؟ مش قلتلك انا هحللك المشكلة؟ امتى هتحللي المشكلة؟ امتى وازاي وانت حبسني؟ اسأل كريمة بنت ابو عمود. ليه يا ست وديدة؟ اهو كده والسلام. اسألها عطية راح فين. طب ما تقوليلي، قوليلي فيه ايه وانا مستعد اسألها. حقول على كل حاجة. قولي. كانت بتبعت جوابات للواد سعد ابن حامد الفسخان. جوابات ايه؟ حب؟ امال ابوها غطسه في المصرف ليه؟ وابوها كان عارف؟ كان شاكك، والظهر ابن الحلال فتن على عطية. وعرفت الكلام ده منين؟ من عطية؟ هو عطية بيقول حاجة. امال عرفتيه منين؟ هو في حاجة بتستخبى. يعني عطية ما قالكيش؟ انما غيره قالي، وملناش دعوة دلوقتي مين اللي قاله ومين اللي عاد. طيب تفتكري مصلحتهم ايه في اختفاء عطية؟ اختفاء ده ايه؟ ما تكلمني بالعربي. حفاهمك. انا ومراتي وبنتي من امريكا علشان نقضي اجازة في اسكندرية. وهو في احلى من اسكندرية يا بيه؟ ما تعرفش ايه اللي خلاني فكرت اعمل مشروع تجاري ضخم واسيب امريكا. بلدك اولى بيك يا سعادة البيه. مراتي زعلت، لكن طيبت خاطرها وحولت فلوسي على هنا وابتديت في المشروع. مشروع ايه يعني؟ فول وفلافي؟ فول ايه وفلافل ايه يا عطية؟ مش دي المشاريع اللي بتكسب الايام دي هي والشيبسي؟ وهو احنا كل المشاريع اللي احنا محتاجينها اكل وبس يا عطية؟ مش ده اللي حاصل يا سعادة البيه. اذا كان الحاصل غلط مش يتصلح؟ وصلحته سعادتك؟ حاولت. ونجحت؟ للأسف فشلت. ليه يا بيه؟ مش قلتلك البيروقراطية هي السبب. تاني فلوسك اللي انت زللني بيه ومسي حمدي. ثاني مرة مدام ما معاكش ما تطلبش. يعني ايه؟ يعني اللي معهوش ما يلزموش. وانا اتأخرت عليك اللي عشان الوضع عطية الابونيه؟ ماليش دعوة بعطية الابونيه. مالكش دعوة ازاي يعني؟ علشان انا بشتري الحاجات دي بفلوس مش ببلاش. وماله لما اتأخرت عليك شوية يا اخي؟ اخرت كتير يا سعد. يعني ايه يا حمدي؟ يعني انا اخدت فلوسي ودور بقى على اللي هيديك. ده انا اقتلك. ده نشرب من دمك. لا 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 لا، سيب هدومي سيب هدومي. انت تتعلمهولي وبعدين تخلى بيا تعلقني بيه وتقولي دور على اللي هيديك؟ طب سيب الهدوم سيب. طب هات. ما معيش دلوقتي. لا معاك، كان على الفلوس. خد اللي فاضلين معايا هم. اذا كان كده يبقى اتفقنا. هات صبرك بالله، مالك مسروع كده يا ابن حامد الفسخاني؟
بعد ما خسرت كل اللي معايا وتحولت للنيابة سابتني وراحت فين يعني؟ الله أعلم. طب وبنتك؟ بنتي دي حكاية كبيرة عطية. يعني بنتك مش معاك؟ للأسف. يعني مقطوع من شجرة حاجة زي كده. أنا بقى مش مقطوع من شجرة وستي معاي. وانا هعمل لك ايه بس؟ روحني بقى، انا من داري هنا بعيد عن العيون وتقول لي روحني. شلي سعادتك طلعني برا وارميني في اي عربية تروحني. يا ريت اقدر. وما تقدرش ليه؟ عشان لو حد شافني هدخل السجن. وهو عشان مصلحتك تضرني. انت اللي ضريت نفسك. مش هم اللي قالوا لي اقعد هنا لحد ما يجي به المحافظ؟ وصدقتهم ليه؟ ناس كبارة وفندية ببنطلونات كايبوي محترمة، ما صدقهمش ليه؟ آخ عملت زي عطية، صدقتهم لحد ما وقعوك. فقلت اشتري مركب تجاري اساهم بيه في ركب التنمية. ايه ركب التنمية اللي هو ايه يعني؟ عدم المؤاخذة، انت ما تعرفش ركب التنمية؟ لا اعرف ركوب القطر ركوب الحنطور، انما ركوب التربية دي ما سمعتش عنه. يا بقولك انا درست القانون برا. ايوه عرفنا هذه. واشتغلت مستشار قانوني لشركة ملاحة بحرية انجليزية. برضو عرفنا الكلام ده. لما جيت مصر فسحة قلت اساهم. اساهم دي انا عارفها برضو. اساهم في عمل مشروع يفيد البلد ويفيد الناس. اللي هو ايه بقى؟ مركب تجاري ضخمة تنقل البضايع من والى مصر. اهو كده الكلام، مش تقول لي ركوب التربية. يعني انت لحد كده فهمت يا عطيه؟ ايوه امال فهمت يا سعاده البيه. ولاد الحلال قالوا لي بدل ما تعمل شركه ملاحه في اسكندريه وتخلي المركب تبعها اعملها في قبرص. اسمع برضو عن قبرص دي. قلت لهم ليه؟ قالوا لي علشان تتهرب من الضرايب ومن الروتين والعقد. ايوه واعرف العقد واعرف البروتين كمان. الروتين حاجه غير البروتين يا عطيه. ايه وايه هو الروتين ده؟ ده واحد من اوجه البيروقراطية. قلت لك رصيف الحكومة وهات الحكومة بقى تجومني من هنا. يا ستي وديدة مفيش اي شبهة جنائية نهائيا. يعني ايه شبهة جنائية دي؟ يعني عطية حي يرزق. وش عرف؟ مادام مفيش اي جريمة ولا جثة يبقى حي يرزق. والحي يرزق ده راح فين؟ اسألي روحك. شوفي انت له مين في اسكندرية؟ مقطوع من ساجر ملوش حد، وحتى لو له حيسيب سته كده هو. ما هو ده اللي كل الناس بتقوله. الناس كلهم عارفين ان سته روحه وحياته وما يقدرش يغيب عنها ليلة واحدة. عارف يا ستي وديدة عارف. طب ايه اللي حشو عن سته بقى؟ تقدر تقولي؟ والله ما انا عارف اقولك ايه. وحياتك يا بي، ان كان عطية حي ما يعملها ابدا، لكن موتوا جسلوه. يا ستي وديدة كلها افتراضات ملهاش اي اساس من الصحة. خلاص داود ابو عمود طلع منها هو وبنته زي الشعرة من العجين، وحامد الفسخاني وابنه شالوا ايديهم. صحيح يا اولاد اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. ظهر ايه وبطن ايه يا ست وديدة؟ بس هو انا اللي عملته، حد يعمله؟ تشكر على كل حال يا بيه، لكن اقطع دراعي اذا كان ابو عمود خفى الواد وتواه عشان يدفع الفضيحة مجهول. لكن على مين؟ انا وديدة والاجر عرض. وضاع المشروع. ضاع المشروع يا عطية. ليه يا بيه؟ عقدوا لي الدنيا، بقى كل واحد فاتح بقه وعاوز يلهط، وانا بقى ماشي على مبدأ اللي هو ايه؟ لا يصح الا الصحيح. ونفعك الصحيح ده؟ لا يا عطية لا، فضل ورايا لحد ما بيعوني المركب. طب وتبيعها ليه؟ علشان كنت بخسر. وما حسبتهاش من الاول ليه؟ حسبتها لقيتها كلها مكسب. الله، والخسارة جت منين يا بيه؟ بقى يعطل المركب على المخطاف بالاسبوعين والتلاتة لحد البضاعة ما تفسد. ويعطلوها ليه بس؟ يدفع يا مفيش رصيد فاضي علشان المركب تفضي عليه، ده غير عقد الحجر الصحي وتضارب الاقوال.
مرة يقولوا البضاعة صالحة للاستخدام الآدمي، ومرة يقولوا لا تصلح للاستخدام الآدمي. في النهاية بعت المركب وما رجعتش. طيب مطرح ما جيت ليه؟ بلدي بلدي ومش هين عليا. ما انت جربته؟ قلت اجرب تاني. وجربت؟ قلت اعمل زي غيري ما بيعمل وافتح مصنع مواد غذائية. وحصل؟ واخدت قرض من البنك ونجح المشروع. للأسف نفس اللي حصل في المركب حصل في المصنع. دي كهرباء مقطوعة، دي مواد تموينية ناقصة في السوق، دي اسعار زادت، فلست وحجز علي البنك ودخلت في الخي. كل ده علشان ماشي بمبدأ لا يصح الا الصحيح. وسددت. منين؟ ما سددتش فلوس البنك، باعوا اللي حيلتي كله. تفتكر جاب كام؟ جاب ربع السلفة والتلات اربع. كل يوم بيزيدوا فوايد لحد ما عجزت عن الدفع. هرب. اتحولت للنيابة، والاول مرة اغير مبدئي واهرب. تهرب من النيابة؟ اهرب من الحبس، من السجن. وهربت صحيح؟ هربت من سجن لسجن. ولحد امتى سعدت البيت؟ مش عارف. لحد امتى هتفضل حابس نفسك وحابسني معاك؟ لحد ما الاقي حل. وايه هو الحل ده؟ حد يسفرني، حد يطلع لي اوراق ويرميني برا مصر. تقول ليش انت يا ابو عمود؟ الواد فين؟ فتش يعني حكاية جوابات البنت قتلته يا ابو عمود؟ امشي انجر يا ولية، بلاش كلام فارغ. يكونش الواد فتن على عملتك السوخة ايام قضية المخدرات؟ تفي من بجي، اني برضو بتاع مخدرات؟ مش جوز مراتك القديمة بلغ عنك ومسكوك به؟ اخلاصي يا ولية بلاش قلة حي، اني طلعت برائه والناس كلها عارفة كده. ايه؟ مش دفعت 25,000 ازاي عشان يغيروا لك الحرز ويحطوا بدل الحشيش جلي؟ وسيدي ابراهيم ان ما بعدت عن سكتي لكون هاري بدنك بالعصاية. والنبي ايه عصاية ده يا ابو عصاية؟ فكرك يعني انني مش عارفة البير وغطاء؟ فكرك ايه؟ ودي ده نايمة على ودانها. الواد يا ناس، الواد يا ناس. عطية عطية نايم غلبان، نايم. كل اللي شغله الأمانة اللي شالها وما قدهاش، كل اللي تعبه مش نفسه لا، لكن أسرار الناس وحاجة الناس. ياه لسه النموذج ده موجود. أنا افتكرت إن الحياة العصرية قضت على الناس اللي زي عطية. I can't stay in Egypt after we've lost all our money. مش عاوزة تقعدي في مصر بعد ما فلوسنا راحت؟ انا حطيت كل ما امتلك واستلفت من البنك علشان اعمل مشروع اشغل فيه ناس. خشوني. This is your country and not mine. We shouldn't have stayed here. ايوه بلدي، ومش كل اللي قابلتيهم دول هم المصريين. المصريين اكبر من كده. اللي حربوني نوعيات افكارهم مستوردة، جشع طمع عقد مستوردة، غش وتدليس مستورد، نوعيات من الناس المستوردة. مش هم دول اللي كنت عايش بينهم من 40 سنة. I told you this is your own problem. عارف انها مشكلتي، وعارف ان دي بلدي وما هياش بلدك، لكن مشكلتي مشكلتنا انا وانتي والبنت. I lost the girl the day we came to Egypt. بتقولي خسرت البنت من يوم ما جيت مصر؟ البنت هانم حبت واحد مصري وعاوز يتجوزها. Does this mean that she's not coming back with me to my country? ايوه، معنى كده انها مش هترجع انجلترا معاكي، لان في حاجة بتربطها بمصر. Alright. And what about me? What ties do I have with Egypt? اللي بيربطك بمصر انك انت هنا مع جوزك جنب بنتك. You are accused and threatened with prison because of what you did. متهم ومهدد بدخول السجن. اي نعم متهم، لكنه بريء. كان حسن النية، حسن النية. I don't care. ما يهمكيش. يعني هتتخلي عني؟ Listen to me. This is your problem. Your problem with your country and your people. So try to solve it yourself. لو كنت مصرية ما كنتش هتتخلي عني في احلك الظروف كده. المصرية ما تتخلاش عن جوزها لمجرد انه مديون والبنك محوله للنيابة. في 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 ايه؟ بتتكلم بتقول كده ليه لوحدك يا سعادة البيه؟ وانا انا كنت بقول ايه صحيح؟ غلطان انك اتجوزت مين يا بيه؟ انا كنت بحلم يا عطية.
كنت بحلم. نام نام. انام انا مش زي وانا بعيد عن حضن ست اللي ربيتني. عاوز ترجع لها يا عطية؟ يا ريت. روح يا عطية ومالكش دعوة بيا. ده انت عيان، بص العرق قد ايه، بص جسمك مولع نار ازاي. ارحل ارحل يا عطية قبل ما اغير رأي. ارحل واسيبك في الحالة دي، ده انت بتترعش. اعمل ايه دلوقتي يا ناس، اعمل ايه؟ مين مين اللي بيجرب من العيش السعادي؟ أنا يا ستي. عطية يا عطية، عطية يا دماغي يا حبيبي. خش الدرع خش الدرع يا ولد، خش الدرع عشان حد يشوفك. عملت الواجب في غيابي يا ستي. ايوه امال يا عطية. ووقعت الناس في بعض يا ستي. ايه ايوه امال يا عطية. فتنت على كريمة بنت داوود ابو عمود وعن الواد سعد ابن حامد الفسخاني الصيع الضايع. الله اكبر الله اكبر. ايه وعن مين كمان؟ وعن الرجاصة اللي لالفة على داوود ابو عمود. الله اكبر الله اكبر. ايه امال كنت عاوزني اسكت وانا مش عارفه جرالك ايه؟ وعرفتي اسرار الناس دي كلها منين؟ وهو انت بس اللي تعرف يا عطيه؟ عرفتيها منين يا ستي؟ لا اسم الله، قاعده في العشه طيشه، لا عارفه اللي بيدور في السوق ولا محل ابو علي ولا اسكندريه. يا حلاوتك يا حلاوتك يا ستي. وقلت كمان عن حرز الحشيش اللي اتبدل بجلي. اه يعني طربقتيه. بس يا ولد ما تزعجش يا عطية، ابوس ايدك ما تزعجش، لو حسوا بيك هتبقى واجع يا عطية. طبعا مين فيهم هيصدق ان عطية بريء؟ مين كان يصدق ان سره اللي عند عطية هيتفتش في يوم من الايام؟ ومن مين؟ من ست ام ابوه. اسم الله عليك وعلى اللي حواليك، يدع مني الواد اللي حيلتي واقعد الدرى في العش واغني مسكين وحالي عدم. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تدارى يا عطيه، تدارى بعيد عن عينيهم لحد الجو ما يروح. قومي قومي بينا يا ستي، ما عاد لناش عيش هنا. انا ما سيبش تسوق، وقلت لك 100 مره مش هموت الا جار سيدي ابراهيم الدسوقي. وابقاني في حته؟ قلت في حته؟ يو واني هتاكلني ديابي؟ ده مأمور المركز الله يستره جايين لي لو حد مسك بكلمة يا وديدي اوديه له. ما انت وصلتها لمأمور المركز كمان؟ ايوه اما. وايه اللي رجعك؟ الحرب الدايرة في الناحية كلها يا بيه. حرب؟ حرب ايه؟ كل التهم اللي في الدنيا ركبوها لي وحملوني ذنبها. تهم ايه يا عطية؟ كل اللي عامل عمله اتهم عطية، كل اللي ضيع لها فرخه تتهم عطية، كل اللي مش عارف يلم بيته يقول عطية هو السبب. حالا قلبوا عليك؟ مش كنت حامل اسرارهم؟ البقرة لما تقع يا بيه بتكتر سكاكينها. عشان كده هربت وجيت تاني مش كده؟ ما هي ستي قالت لي وعدك اذية يا عطية، حيطخوك وان ما طخوكش حيلبسوك قضية، ونهار ما ينقفوا بحالك حيكرشوك من المديرية بحالها. وهانف عليك ستك؟ مش هي اللي مش عايزة تموت الا جنب سيد ابراهيم؟ مش هي اللي شعللت الدنيا في غيابي؟ هربت بدل ما يكرشوها معايا وتموت لأقصى عمر. وبقينا في الهوا سوا. لاني شايل هموهم ومحافظ على اسرارهم، لا مره بحت بسر ولا مره فضفض عشان اخف الحمل عن صدري. هي مره واحده بيه قعدت فضفض للساقيه عشان ازيح عن نفسي شويه، او مغيب تنكشف اسرار الناس ويقعوا في بعض كده. ومين اللي كشف اسرار الناس ووقعهم في بعض؟ ستي يا بيه. ويعلم الله اني لعمري بحت لها بسر حد ولا حكيت لها عن وجعتي. وستك عرفت اسرار الناس منين؟ انا عارف يا اخوي. بخصوص ايه يا منيري؟ بخصوص البنت يا عمدي. كريمة بنتي يا منيري؟ اقعد جنبي واسمعني. حصل ايه يا منيري؟ كريمة جايلها عريس يا عمدي. عريس مين يعني؟ سبع اخوي لما كان عندي من يومين قال لي عنده عريس لكريمة. ايه مدام من طرف اخوكي انا موافق، على الاقل تحل وتغور. يعني موافق يا عمدي؟ ايوه بس مش اعرف العريس شغال ايه يا منيري. موظف في الجمرك. احسن ناس. بقولك يا عطية، تشتغل عندي؟ اشتغل عندك ايه يا بيه؟ ابوني. تشتغل عندي ابوني؟ ازاي يعني؟ انت مش كنت شغال ابوني بيوصل الطلبات ويجيب الطلبات؟ ايوه يا بيه. ومش كنت بتاخد اجر على كده؟ ايوه يا بيه. معايا 2003
ومستعد ادفعهم لك بس بتطوعني. قول واني مستعد اشتغل لك ابو ره مجانا، بس على الله تحل مشكلتك. والسر؟ عطية لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم، بس على شرط. قول يا عطية. ما يكونش فيه اذية لا العطية ولا ليك يا بيه. ما تخافش، كل اللي هتعمله من غير ما حد يحس تسأل. يعني اروح العنوان اللي معايا ده اقول ايه؟ ما تقولش، طقص. اطقص ازاي يعني؟ اسأل عن البنت من بعيد، اعرف لي نادية هي وجوزها عاملين ايه. نادية بنتك؟ عاوز اطمن عليها الاول، مرتاحة ولا مش مرتاحة؟ طب وافرض عايشة متهنية؟ ساعتها هنفذ اللي في دماغي. قال يا بيه لما الواد جاني وحكيت له قال لي اذا قعدت في تسوق هيطخوني. ليه؟ عشان الاسرار اللي انفتشت في بيت داود ابو عمود وبيت حامد الفسخاني. قلت له الله وكيلك الدرى يا ضناي، الدرى كم يوم لحد الجو ما يروح. عظيم عظيم. ها وبعدين؟ قال لي اروح بقى اكمل علاج رجلي اللي اتلوحت واني بنزل من القطر. ويكمل علاج رجله فين يا وديدة؟ في المعمورة يا بيه. يا وديدة مستشفى المعمورة بتعالج الأمراض العصبية. عصبية؟ عصبية ازاي يعني؟ هو ده آخر كلام عندك يا وديدة؟ وسيد إبراهيم اللي ما حلفت به باطل، إن الواد قال لي إنه في المعمور. قال لي هي عصبية يعني إيه يا بيه؟ مناخولة يعني؟ عايشة ومتهنية عطية؟ البنت عايشة ومرتاحة؟ ايوه يا بيه. وقال لك ايه البواب؟ قال لي جوزها شغال في شركة الغزل وعايشين. مفيش مشاكل؟ ابدا، ده حتى خلفت ولد. بنتي خلفت واد وسميته جلال. بنتي مش كان واجب برضو اعرفها سكتك يا بيه؟ لا يا عطية. ولحد امتى؟ لحد ما نفذ اللي في دماغي. وايه هو؟ مش ترسيني؟ الخطوة التانية يا عطية يا ابونيه. اللي هي ايه دي بقى؟ اطمنت على البنت، يبقى ما قداميش غير اني اسلم نفسي. تسلم نفسك للنيابة؟ علشان ما افضلش طول العمر هربان مطارد. وبعد ما تسلم نفسك هيحصل ايه؟ قول وقبل ما تسلم نفسك هيحصل ايه؟ يعني ايه؟ استعد يا عطية يا ابونيه. ليه يا بيه؟ امسك العنوان ده يا عطية. عنوان مين ده يا بيه؟ عنوان المسؤول عن ضياع مالي ومصنعي وحياتي كلها، شوكة محفوظ. ودي هعمل به ايه يا بيه؟ تطقص، تسمع، تسأل، تجيب لي اخباره زي ما جبت لي اخبار البنت. يعني ايه يا بيه؟ يعني عطية له في المعمورة ولا عمره هتب؟ امال كان بياكل بعجل حلاوي؟ حاجة زي كده يا وديدة. وراح فين امال يا بيه؟ قاعد عند مين؟ ما هو ده اللي نفسي اعرفه يا وديدة. يا لهو بالي، يكون الواد عمل في نفسه حاجة؟ لا يا وديدة، ما تخليش عقلك يشت منك. اللي زي عطية يسلك في اي حتة يروح فيها. اني السبب يا بيه؟ لساني الزالف ده هو السبب في كل اللي حصل ده. وانت ذنبك ايه؟ ما كانش لازم ارطرد بالكلام وافضح الناس كده. هو المستخبي كان لازم يبان مهما طال بيه الزمان يا وديدة. ايوه كده يا بيه، ريحني ربنا يريح قلبك. اللي بيعمل عملة لازم تبان مهما دراها او خباها. يعني انا مش غلطان؟ انت من النوع اللي انقرض يا وديدة. انقرض ازاي يعني؟ جرد الفار؟ لا يعني مش قصدي على الجماعة بتوع زمان، ما كانوش يعرفوا غير الصدق حتى لو كان يجرح اللي قصادهم، وانت منهم يا وديدة. بس الزمن اللي احنا فيه ده مش عاوز غير المحلسة والكذب يا بيه. بقولك ايه، انت مش قلت اللي عندك؟ ايوه بيه. خلاص، اللي حصل حصل وسيبيها على ربنا ونعم بالله. قال قول لي يا بيه. ايوه. ايه اخبار البلد؟ غياب عطية فجر اواضي كتير يا وديدة، وحكاية العمدة ولواحظ هيروح فيها ناس كتير قوي. وهو عطية ابني له دخل في الحكايات يا بيه؟ ابدا، عطية غلبان ما يعرفش حاجة من اللي بتحصل هنا. هو غاب عن هنا والحرب قامت من هنا. وبعد ما عرفت دلوقتي كل شيء عن اللي اسمه شوكة ده، هتعمل ايه يا بيه؟ هجيبه هنا وحكمه. تجيبه هنا؟ تجيبه هنا فين؟ هنا في الفيلا.
وهتجيبه هنا ازاي؟ هستناه لما يطلع من المكان اللي بيسهر فيه في المنتزه وجرجره لحد هنا. طب وهو هيرضى يجي معاك؟ ما هو عارفني وكان لنا حواديت كتير مع بعض. ايه وهتنطط السور؟ وهعمل له محكمه وانت الحاجب. واني ايه؟ الحاجب اللي هتقول محكمه. وافرض طلع متهوم والغلط راكبه من ساسه لراسه؟ احكم عليه بحكم القانون. تسجنه يعني؟ ليه لا؟ تسجنه فين؟ بعدين تعرف يا عطيه. دي باين عليها حكايه معقده واني اللي هروح في دهي. مش عيب يا عطيه؟ عهدتك عهد الله ما اعمل حاجه تاذيك ابدا. وهو اللي انت هتعمله ده مش هيأذيك انت على الاقل؟ مش احسن مدخل السجن وانا مغلول مظلوم اقضي الليالي اعد الساعات علشان اطلع واواجه كل اللي كانوا السبب؟ انما بعد ما حاكمهم هدخل السجن مرتاح البال. هدخل السجن وكل واحد عارف غلطته فين، كل واحد واخد جزاءه اللي يستحقه. يا ست وديدة لما هتتكلمي للصبح محدش فضيلي. ومحدش فضيلي ليه؟ ايه اللي شغلكم؟ البنادق وضرب الناس وتجليع الزرع، مشغولين بخراب البيوت يا مغاوري. يا ست وديدة يا ست وديدة الله لا يسيئك، العمدة لو لمحك هيأذيكي. يأذيني؟ طب يستجري؟ هو ناسي ان البيه مأمور المركز جريبي؟ ايه؟ جريبك؟ جريبك منين بس يا وديدة؟ ما قالكوش انه كان بيزورني من ليلتين في العشي وشرب عندي شاي؟ هو يعني مدام زاري وشرب عندك شاي يبقى قريبك يا وديدة؟ ايوه قريبي يا والي، واللي يمسني بكلمة وسيدي ابراهيم اخلي البيه ياخده في حديد. روح جاتك نايبة يا غفير الهم، روح وانت كده شبه عسكري السرير. هتهرب يا عطية؟ طب مش قبل ما تهرب تفكر هتروح فين؟ ارجع لستي، ارجع لستي واللي يحصل يحصل. ونهار ما يطخوني اموت جنب ستي بدل ما اموت هنا ناقص عمر. ايوه ارجع لستي. اني سامع حاجه بتتحرك. مين؟ انا يا عطيه شيل معايا. ايه اللي انت شايله ده يا بيه؟ ده شوكت بيه محفوظ، واحد من المتهمين اللي كانوا السبب في ضياع مالي ومستقبلي ومصنعي. قتلته؟ لا يا عطيه لا، لسه حي يرزق. ايه ده؟ امال ما بينطقش ليه؟ شيل الكمامه اللي فوق بقه وهو ينطق. طب وجايبه هنا ليه؟ احاكمه. شيل الكمامه من على بقه وافتح الجلسه يا عطيه. انهي جلسه؟ جلسه المحكمه. وافتحها ازاي دي؟ عطيه تقول محكمه. انت عارف اللي حصل. عاوز اسمعه. تقصد ايه يا جلال؟ عايز اسمعه تاني ومن لسانك. وايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ عايز اللي زي ده يسمع. الفلاح الساذج ده؟ ما هو ده اللي بيحاكمنا، هو اللي بيحكم علينا من غير ما يسمع ولا يعرف ولا يشوف. مين ده؟ عطية. عطية ده؟ كل عطية وكل فلاح ساذج زي عطية. ويهمنا ايه اذا كان يحكم علينا ولا ما يحكمش؟ يهمنا كتير كتير قوي. اللي اتربى في مصر وفريف مصر وطلع برضه وشاف يهمه الفلاح ده، يهمه اي عطية من النوع ده. انت بتخرف. يهم رجل اعمال بيشتغل في ملايين زي ما كنت بتشتغل ليه؟ يهمه ايه؟ مش اللي زي عطية ده هو اللي دايما ناقم على رجل الاعمال اللي بتقول عليه؟ مش اللي زي عطية ده دايما يقولوا الناس اللي معهم فلوس كتير وفي الاصل مصريين سايبيننا ليه كده؟ محدش فيهم بيمد ايده لنا ليه؟ ما انت مديت ايدك يا جلال. لكن مين اللي كسرها؟ الضرائب اللي بتاخد منك عشان تدي اللي قدامك ده، عطية الابوني واللي زيه. واللي زيك؟ اللي زيك يا شوقي بالغصب. ما هو اللي حصل ده اني ما دفعتش لا بالرضا ولا بالغصب. غلطتك وتحملها. غلطتك انت، وانت اللي هتتحملها. ايه اللي يريحك يا جلال؟ اسمع
اسمع يا شوكة يا محفوظ، انا عايز اقولك انا ما طلبتش منك حاجة عشان نفسي، لكن عشان اللي حواليا. اللي حواليا هم السبب. اول ما تعينت بقوا يتهموني اني باخد، وكنت بحلف 100 يمين اني ما باخدش، محدش صدقني. وتعلمت منهم وبقيت زيهم مش كده؟ واللوائح العقيمة ساعدتني. ايوه اللوائح العقيمة. هات شهادة الحجر البيطري على اللحمة اللي كنت مستوردها، وموت يا حمار واجيبها. هات شهادة الاشعاع، انزل مصر وانزل كمان مرة وكمان مرة، اسبوع اسبوعين لحد البضاعة ما تفسد. انما لو دفعت لشوكة محفوظ كل شيء يتسهل. التجار بيكسبوا وانت بتشاركهم ارباحهم. التجار بيلعبوا في الورق، وكل واحد له طريقة بيتحايل بيها عشان يكسب اكتر واكتر. وانت بتساعده عشان الاسمة تكون بالنص. بس مش احنا السبب في فساد البضاعة، احنا بناخد وبنسهل. انت بتسهل وغيرك بيعطل. وغير انت عارفه، انت عارف مين اللي بيفسد ومين اللي بيتحكم. عارف كويس ان انا نملة جنبهم يا جلال يا ابو العينين. شوكة محفوظ بيقبض ويسهل، انما في كمان اللي بيعطل ويفسد. اللي هو مين ده؟ لطفي عباس عبد الرحيم. لطفي باشا، معقول؟ مساء الخير يا لواحد. منور يا لطفي باشا. شكرا. امال فين الشله؟ موجودين يا لطفي باشا، اتفضل. ومحضرالنا ايه الليله دي يا لواحد؟ كل اللي تأمر بيه، المحل كله تحت امرك. يا فلسل معقوله؟ لطفي باشا عباس عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. وبعدين وبعدين؟ سامحني سامحني يا باشا، المفاجأة جامدة شوية. اتفضل اتفضل يا باشا. شهر في حاله محدش يشوف سعادتك، وهنا عليك يا باشا. واني هخش المكان ده ازاي يا بيه؟ وما تدخلش ليه؟ ده مكان عام. بس ده 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 دي لوكانت. وقلت لي ايه؟ اربع نجوم. اهل اربع هموم دي اللي مخوفاني. اربع نجوم بقول لك. نجوم هموم، اهل لوكانت وبيخشها الناس اللي كبروا وبس. وايه اللي مخوفك بس؟ ادخل اعمل ايه يعني؟ تسال على لطفي عباس. اسال من الباب للطاق كده؟ وده معقول برضو يعطيها يا ابوني؟ طب ما تديني عنوان بيته يبقى اسهل. للاسف ما اعرفوش عنوان شغله. بعد ما عملهم تمام ساب الشغل وبقى راجل اعمال. بقول لك ايه، الله لا يسيئك يا بيه، اعفيني. هتخل بالاتفاق يا عطيه؟ ما انا كل ده مش عارف لي اصل من فصل. واحد محبوس جوه وعايز تجيب الراجل التاني تحبسه. طب فطس واحد منهم ومات، يبقى ايه الحل؟ اطمن، اللي زي دول ما يفطسوش بسهوله. مش يمكن الخضه تموتهم؟ كتاتهم منحسه. ولعبته يا عطيه؟ رأيبته عن بعد، وما هوبش ناحية اللوكان ضرب حموم دي ابدا. وبعد ما رأيبته ركب عربيته ومشي. بس كده؟ صبرك علي امال يا باه. قول. خدت تاكسي وراه زي ما قلت لحد ما نزل قدام عمارة. وفين العمارة دي يا عطية؟ العنوان هو مكتوب في الورقة دي، خط مش ولا بد، لكنه خط والسلام. الشاي يا بيه. هات يا ستي. اتفضل. يا عيني على الشاي يا ابو نعناع المعتبر. هنيه، وكان لازمته ايه يا ابني تبعت لي ناس تنظف الاوضه وتغسل لي هدومي؟ وماله يا وديد، انا مش ابنك زي عطيه؟ ونعم الناس. عارفه انا بطل عليكي كل يوم واشرب عندك شاي ليه يا وديده؟ علشان بتفكريني بستي. وستك كانت حلوة كده؟ بس كانت عصبية يا وديدة، على أقل شيء تتعصب. أنت عصبية يا وديدة؟ كنت. يا ما ضربت الواد عطية اليتيم ده، تانية معجيته. كنت نيمه يا به تحت مني واقعد عليه أبططه. أيوة، من كتر ما كان عينه دي وبيهرب من المدرسة. شاف مني كتير الغلبان، بس ما كرهتوش. اعز الولد ولد الولد. الله ينور عليك.
امال شجعتيه على الهرب ليه؟ خفت عليه يأذوه. أنا مش هعيش قد ما عشت، أسيبه يعني في وسط الديابة؟ طب ما أنت ليكي دور في اللي حصل، كرشتيه والله أعلم بيعمل إيه؟ عطية حيتعب شوي. طب وماله؟ ما هي الدنيا تعب في تعب. بس حاجة واحدة، حاجة واحدة حيفضل فاكرها ومش حينساها أبدا. إيه هي يا وديدة؟ حيقول الله يرحمها ستي، كان لسانها متبري منها آي، لكن كان قلبها جامد وما تخافش غير من اللي خالجه. على كل حال أنا بدور عليه في كل حتة، وإن شاء الله حيرجع دسوق وعلى ضمانتي. بس حاجة واحدة عاوز أعرفها، عطية بيروح الصلاة يسهر فيها منين وبفلوس مين يا وديدة؟ جيت يا بيه. نزل معايا عطية. اهديه رف يا عباس. وملك مكتفه كده، فك الحبل وهات له ميه يشرب. وايه اللي على بقه ده؟ تكمامة علشان ما يلمش الناس عليا. ووصلت له ازاي؟ مش وقته. وجبته لحد هنا ازاي في الضلمة دي من غير ما حد يشوفك؟ عطية اعمل اللي بقولك عليه. طيب طيب، وبعد ما اشيل الكمامة من على بقه واشربه، نادي وقول محكمة. نادي على المتهم. لطفي عباس عبد الرحيم. انت مجنون، واللي بتعمله ده منتهى الجنون. التهمة استغلال الوظيفة في تعطيل مصالح المستثمرين وقبول الرشوة. فاكر نفسك قاضي يا جلال يا ابو العينين؟ دافع عن نفسك يا رفيع عباس. ادافع عن نفسي قصاد مين؟ قصاد الخصم والحكم؟ ما انا حاولت اجيب رجلك في قضيتي، طلعت منها زي الشعر من عجين. عشان المحكمة رأت براءتي. المحامي بتاعك كان شاطر وطعن في الإجراءات وأخلى سبيلي واعتبر اتهامك باطل. لكن الحقيقة اللي أنا وإنت نعرفها، أنا وإنت يا لطفي. أنه حقيقة اللي حصل واللي كان السبب في ضياع مالي اللي شقيت بيه في الغربة سنين طويلة. مالك راح؟ عشان إنت جاهل، مالكش في التجارة. وهي التجارة اللي إنت تعرفها تجارة؟ غيرك ملايينه بقت أضعاف الأضعاف. اشمعنى إنت؟ عشان ما رضيتش أدفع ومشيت بالمثل اللي بيقول لا يصح إلا الصحيح. وانا هعمل لك ايه؟ كنت تقدر تعمل حاجات كتير. قلت لك ما قبلتش. اقبل بالتدليس والتزوير؟ اقبل ازاي وانا راجل قانون؟ ولما انت بقى راجل قانون تسمح لنفسك تخطفني ازاي؟ ها؟ تسمح لنفسك تحاكمني من غير ما دافع عن نفسي ازاي؟ امال انا جايبك هنا ليه؟ مش علشان تدافع عن نفسك؟ ويا ترى بعد اللي عملته يا جلال يا ابو العينين، دفاعي هيجيب نتيجة؟ هتدافع تقول ايه؟ هتقول كنت بعطل المركب في عرض البحر بالاسبوعين والتلاتة والشهر لحد البضاعة ما تفسد؟ ما كانش فيه رصيف فاضي عشان تفضي فيه بضاعتك. وش معنى كان بيفضل غيري؟ غيرك حمولته صغيرة، والرصفان اللي انت محتاجها الغطس بتاعها ما ينفعش، ما يتحملش الحمولة التقيلة. كل مرة حظك كده. كذاب. ايوة كذاب كذاب، عشان قلت لك ادفع ورفضت. وادفع ليه ما دمت ماشي في طريق سليم؟ ادفع ليه؟ النظام كده يا اخي، واللي يدفع يفضي باسرع وقت، واللي ما يدفعش يحصل له اللي حصل لك واخسر الملايين علشان جشعك يا لطفي يا عباس. مش جشعي انا لوحدي، مش انا لوحدي. امال مين؟ فيه ناس ورايا بتبص وعينيها مبحلقه. عاوز اسماء؟ فيه يا سيدي. الاسعار بتزيد، والولاد عاوزين يتعلمهم، عاوزين يتجوزهم، عايزين شقق، والماهية ما بتكفيش. يبقى مين المسؤول؟ اللي بيصرف لنا مرتب ملالين وما بتكفيش. وهل ده مبرر يا لطفي عباس؟ ايوه مبرر يا اخي، والكل بيعمل كده. اسماء، عايز اسماء. اقول لك على اسماء، عشرات الاسماء، بس يا ترى هتحاكمهم كلهم؟ ليه لا؟ الا صحيح الكلام اللي سمعناه ده يا ابو داود؟ كلام ايه يا اسطى مرضي؟ بيقولوا الوضع طيه ظهر في اسكندريه حالا، الخبر ملا البلد. هو في حاجة بتستخبي؟ ومين اللي قالك على الحكاية دي؟ الحيطان ليها ودان يا عمدة. يكونش الواد مغاوري بيرطرط بالكلام اللي بيسمعه عندي في الدار؟ لا يا عطية، لا، لسه عندي امل اكشف السوس وحربه. لسه في طريقة، وطريقة واحدة يا عطية. اللي هي ايه يا بيه؟ شيل صندوق الشرايط ده يا عطية. هنروح فين؟ هنعزل، هنطلع على وش الدنيا. ايه ده؟ هنسيب هنا؟
امال هنعيش العمر كله متداريين ونروح فين؟ كل واحد يختار طريقه. بس انت طريقك كله شوكه سعاده البيت. وطريقك انت كمان. اني هروح فين؟ ارجع لبلدك، لاهلك، لستك، واجههم. اواجههم ازاي يعني؟ ما تهربش، نتيجة الهروب زي ما انت شايف، تعيش في عزلة، ما تعرفش ليلك من نهارك ولا بكرة من امبارح. ما انت بتكلمني كلام عقرب، واني راجل مخي على قدي. اواجههم دي يعني احاربهم؟ عليك نور. وهكسب. لازم في يوم الحق يكسب. جاي ناحيتنا ده يا حاج حامد؟ يا خبر مش فايت، ده الوضع عطية لابونيه جاي من اول الناحية. عطية لابونيه؟ ايوه. وماله ماشي بيقول يا ارض نهدم عليك يا ابني؟ مش بقى بتاع صلات ورقصات؟ شوف منفوخ ازاي ابن وديدي. خش بصدرك يا عطية وما تخافش، اعمل زي البهمة قالك. هو اهلك ايه؟ واجههم يا عطية. ايوه حواجههم، واللي حيتكلم نص كلمة حخليه يلزم حده. ايوه، اللي حيقول لي تلت التلاتة كام هقول له الالف جنيه اللي كنت حوصلهم لسعد فندهم. عطية لابونيه. ايوه عطية لابونيه. ولك عين تخش البلد ثاني يا عطية؟ اسمع يا مرضي يا خياط، انت عطتني 20 جنيه هجيب لك زراير. العشرين جنيه هم عايز فوق منهم خد، وكلمة واحدة أنا مش عايز. الله 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 الله، جاي شدد حيلك ليه كده يا ابن وديدي؟ وانت كمان ادي الالف جنيه هم وما تقولش كلمة واحدة، احسن افتن على كل اللي حصل. ايه هتفتن على ايه يا ابن وديدي؟ انت عارف وسعد افندي عارف وكل واحد يلزم حده. طب ايه رأيك؟ مش هسيبك الا لما تقول لي تعرف ايه عن سعد ابني. طب سيب الشرز، لو مسكت الشرز تاني هفتن واقول ان سعد ابنك كان بيشتري من ابو زيد هباب، ولا بيذاكر ولا بيهبم، ومدورها مسخره في اسكندريه وليموها بقى يا بلد. من فضلك انا عايز اقابل النائب العام لو سمحت. فيه ميعاد سابق؟ لا، لكن وصلني له من فضلك. طيب اقول له مين حضرتك؟ رجل الاعمال الهارب جلال ابو العينين. وفرت علينا حاجات كتيره يا جلال بيه. تحت امرك. تحت امر القضاء مش تحت امري. وحضرتك بتمثل القضاء وقدامك لا مذنب احسن، قدامك مذنب هارب وجاي يسلم نفسه. ممكن اعرف كنت فين المده دي كلها يا جلال؟ كنت بسجل الشرايط اللي معايا دي. انا عارف ان الشرايط دي من الوجهه القانونيه غير مسموح بيها، وعارف انها مش دليل قاطع ضد الفئة القليلة اللي كانت السبب في ضياع مالي ومشاريعي، لكن اسمح لي اقدمهم لك للعلم بالشيء. للعلم بالشيء ازاي يا جلال بيه؟ بصفة شخصية مش بصفتك الوظيفية. اسمحهم. يمكن ايه؟ يمكن بصفتك مواطن مصري تقدر تعمل حاجة. واذا ما قدرتش غيرك هيقدر. محكمة القضية رقم واحد جلال محمود ابو العينين. خير يا ستي؟ خير مالك؟ اقعد جنبي عطيه. فيه ايه يا ستي؟ تعبانة؟ لا يا والي، هاني بخير والحمد لله. امال ايه؟ اجيب لك حكيم يا ستي؟ ولا اقعد جنبي، جتك نايبة ما بتفهمش. اديني قعدت اهو يا ستي. قولي حد معانا في العشي؟ لا يا ستي. شوف يا عطية، الظاهر يا ابني والله اعلم اكلت ام الخلود. ايه يا واد ما تتخضش كده، خضتني. اسمعني يا والي، جبت ام الخلود منين يا ستي؟ كان فايد بينادي ريدي جيري، قلت له هات ربع. ربع مرة واحدة يا ستي؟ الحرامي خد مني 3 جنيه وقال ايه عشان خاطر عطية. يعني انت لهطت ربعة ام الخلول كلها؟ سايبالك تورتين ابقى مزمز فيهم. اه يعني يبقى ما فيش غير المستوصف المرة دي. المستوصف ايه؟
جرب 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 ودنك بس. وده وقته برضو يا ستي. يا ولا جرب ودنك، عايز اقول لك كلمتين. وادي ودنا اهي. اهدي ستي. ايه ولا مالك اتفزعت كده ليه؟ بقالك قد ايه ما غسلتش راسك يا ستي؟ يا ولا اولي كل سنة حقصر راسي يا عطية. طب ورحمة ابويا لسخ المية ومالي عدك الليلة؟ ما تحلفش يا عطية، ما عادش في العمر بجي. هات ودنك هات ودنك يا ضنايا واسمعني. لا تشد حيلك مار محمد وحك حامد، شهرين هم من يوم ما توفت، فكها بقى عشان ربنا يفكها في وشك. فككها والحمد لله يا حاج. بس انا عايزك في كلمتين سر. سر؟ وانت كمان عندك سر؟ اسمعني بس يا حاج. قول يا عطي. هني معي 10,000 جنيه. أه؟ 10,000 جنيه؟ منين يا عطي؟ الست كانت بتخمني وتقول لي ربط على وسطي 3,000 بس. طب وبعدين؟ قبل ما تودع قالت لي على السر. وكانت شايلة كل يد على قلبها؟ امال هي ما كانتش بتستحمل ايه؟ والله فيها الخير. قالت لي دبر بهم نفسك يا عطية وتجوز. وعايزني انجلك عروسة ولا ايه؟ عايزك تاخد مني الفلوس وتدبر نعمل ايه بالظبط. تحطهم في حاجة تنفعك، حاجة للزمن. زي ايه يعني؟ قولي وانا نفذ ان شاء الله يا رب. هتقولي رميهم في الترعة حرمي. ترعة ايه يا عطية؟ ترعة ايه؟ هات الفلوس وتعالى معاي. على فين يا حاج حامد؟ انت مش بتاخد برأيي؟ ايوه حاج. خلاص تعالى معاي. عايز اقابل الست نادية. نادية؟ نادية مين؟ نادية جلال ابو العينين. مرات الباش مهندس عصام. بنت رجل الاعمال جلال ابو العينين. ايوه مش ده اللي هرب بلاد برا؟ لا يا سيدي، ما هربش بلاد برا ولا حاجة. امال هو فين؟ موجود. المهم الست نادية فوق. الست نادية والاستاذ عصام قبال عندك. عزلهم. عزلوا راحوا فين؟ جوزها كان عنده ورشة عربيات، ربنا اكرمه وخد حتة ارض كبيرة ما شاء الله. فين يعني؟ فين حتة الارض دي؟ والله وملك علي يمين انا ما اعرفش. وملاقيش حد يوصف لي سكة الست نادية. اقول لك، تعرف كراكون باب شرقي؟ هتفول عليا ليه على الصبح؟ هتفول عليا ليه؟ استنى بس، ورا كراكون باب شرقي الورشة القديمة بتاعت الباش مهندس عصام جوز الست نادية. اسأل هناك. الواد عطية الابونيه ما عداش عليك يا حاج حامد ولا شفته من ليلة امبارح. الواد ده ابتدى يلعب بديله ولا ايه يا حامد؟ قولي زيدي يعرف يلعب بديله برضه. ما خلاص بقى راحت علينا. طب اقعد كرسي معسل العمده يا ولا. جايين له عدي خد الغله وديها المطحن. لا عدى ولا قال سلامات. غلت ايه يا عمدي؟ هنغني على بعض. اقعد الواد ده محدش تلف اخلاقه غيرك. ليه بس يا عمدي؟ عربيه نص نجل مره واحده مش احسن ما كان حد لف عليه ولها في الفلوس اللي سابتها له ستو. العمرية الجديدة ان شاء الله يكون في اخر الدنيا رايح لهم باذن الله. على الاقل اخفف الحمل اللي في قلبي شوية. 3 سنين وشوية خدتني الدنيا ولهاني اكل العيش وقال ايه؟ اتجوز يا عطية، اتجوز يهنى بالك. اتجوز ورايا واجب قديم لازم اعمله ودين سالف لازم اسدده. النبي اهديه، كل دي ورشة وايه اللي حواليها دي؟ ارض مزروعة فاكهة من كل لون. يا خبر ابيض،
هي الحته دي مش كانت صحراء ورمله صفراء؟ صلاه النبي، صلاه النبي احسن. بس يا ترى هو العنوان ولا مش هو؟ الورشه مكتوب عليه مركز جلال لصيانه السيارات. مركز جلال؟ مركز جلال. قول لي وحياه والدك. دقيقة واحدة، زمان الباشمهندس جاي. أنا مش جاي للباشمهندس، أنا جاي لك أنت يا ست الكل. أنا؟ الست نادية جلال أبو العينين. مظبوط. بنت رجل الأعمال اللي ساب إنجلترا وجه مصر بلده، جلال أبو العينين. ممكن أعرف حضرتك مين؟ وجبت المعلومات دي منين؟ أنا عطية، عطية الأبونيه. خلاص يا جلال، المدة انتهت. المدة انتهت. هتطلع للدنيا وحشوف الدنيا. ويا ترى هيجي علينا الدور؟ لا ما افتكرش. ليه؟ الغيظ والكمد هيقتلكم قبل ميعاد الافراج. تقصد ايه يا جلال يا ابو العينين؟ انا كان الامل بيصبرني، وكل ما بشوف جورنال او اسمع راديو اطمن على ان الامل بيتحقق. كل انجاز جديد بيديني دفعة قوية للأمل. وديني خارج من هنا ومفيش مكان في نفسي لشيء اسمه اليأس. كل اللي جوايا أمل. إنما أنتم ما احنا برضه عندنا أمل نطلع من هنا. ومدام اللي عايش بالأمل بيرتاح، يبقى هنتحمل مدة العقوبة ومش هنموت من الغيظ والكمل. اللي زيكم كل ما يسمع عن حد نجح يصفر، كل ما يسمع عن مدينة جديدة بتتبني الغيظ يخنقه، كل ما يسمع عن راجل اعمال ناجح ياكل نفسه. علشان اللي زيكم ضد النجاح، وعشان كده مش هتكملوا وهتاكلوا في روحكم لحد ما تتحولوا لهياكل عظمية قبل ما تشوفوا الدنيا. مع السلامة يا جلال يا ابو العينين. الله يسلمك يا شاويش. استلمت كل حاجاتك ومحتاجاتك؟ الساعة اهم حاجة. الساعة؟ اشمعنى الساعة يعني؟ علشان احسب الوقت. وانت ما كنتش بتحسبه في السجن ولا ايه؟ ابدا ما كنتش عاوز احسبه. على فين؟ على فين يا جلال يا ابو العينين؟ يمين هتنزل على محرم بيه، شمال هتطلع على الشبي والبحر، قدام هتنزل على الحضرة. طريقك فين بالظبط يا جلال؟ فين بابا؟ مين بابا؟ ناديه. ايوه يا بابا. بنتي الحمد لله على السلامه. ومين اللي في حضنك ده؟ ده ابني يا بابا، عنده 4 سنين، سميته جلال على اسم حضرتك. جلال. جلال. شوف يا بابا شبهك ازاي. جلال. بابا انت بتعيط. تعال تعال في حضن جدك يا جلال. تعيط يا بابا؟ انا لا لا ابدا، ده جلال الصغير هو اللي بيدمع. مش عيب كده يا جلال تبقى في حضن جدك وتعيط برضه يا جلال؟ طب بص كده يا بابا، شوف مين جاي معايا. ده عطية الأبونيه. وعلى فين كده؟ على العمرية الجديدة يا بابا. الست هانم والباش مهندس واخدين 10 فدادين زرعينهم وعاملين ورشة سيارات، حاجة كده يا سعادة البيه من الواحد بيشوفها في التصاوير. أظن مش هتقول لا يا بابا، عصام مستنيك على أحر من الجمر. يا ولده مرضاش يجي معانا عشان بسلامته دمعته سريعة، وقال لها لو شفتك بتحضني باباكي هعيط ولم الناس. مش قلت لك يا عطية ما زال في الوقت بقية؟ وما زال في الوقت بقية.
شارك فيه من الفنانين أمين هاشم في دور جلال أبو العينين، إسماعيل محمود عطية الأبونيه، جمال السنوسي العمدة داود أبو عمود، نادية أمير وديدة، سيدة الرمح منيرة، إسماعيل عزمي حامد الفسخاني، كريمان عطية لواحظ، مع ماجد الهجرسي في دور العقيد، سعيد عبد النعيم مغاوري، حمدي مرسي مرضي، فريدة صلاح يحيى كريمة، محمد رمزي الموظف، وياسر عبد العزيز في دور الضابط.